أحمد الله الذي جمعنا بعد أصول فرقة، جمعنا مجد ججل هذا من فضله، ولو استمر البلاء استمر هذا الإنشاء والإرجاء إلى أجل غير مجد. ونحمد الله صاحب المنن ورافع البلاء، ونرجو عز وجل بما خفف من هذا البلاء أن يعممه في الأرجاء والإقصاء جابره، وأن يعمم الرخاء إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه أرحم الراحمين.